فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. التفرق يحدث العداوة ويحدث سفك الدماء ويحدث الضعف في الأمة، خلاف الاجتماع فإنه رحمة وقوة وعزة، فهذا هو المقصود. كما أننا لا نتشبه بهم في الكلام ولا في اللباس ولا في دينهم، وكذلك لا نتشبه بهم في التفرق في الدين. فالواجب على المسلمين أن ينبذوا الخلافات. لا نقول أنه لا يحصل اختلاف في مسائل الفقه والاجتهاد، فهذا أمر مطلوب. أمر مطلوب الاجتهاد والبحث عن الحق، ولو اختلفت أنا وأنت في مسألة من المسائل الفقهية فهذا لا عيب فيه، ولكن علينا جميعا إذا اختلفنا أن نرجع إلى الكتاب والسنة فنأخذ ما ترجح بالدليل ونترك المرجوح، هذا هو المفروض والواجب على الجميع. أما الاختلاف في العقيدة والاختلاف في الدين والعبادة فهذا لا يجوز بحال من الأحوال، ولا اجتهاد فيه لأنه توقيفي.